السلام عليكم. هذا العام الزيتون راه ناقص شوية كما تتشوفوا معايا، الحب قليل يعني بسبب الجفاف. هذا الزيتون راه شوية كانت تدوز عليه الماء، راه شوية فيها هي الحب شوية غليظ ولان راه تيطيح كما تتشوفوا معايا. هذه هي الزيتون اللي فيها واحد شوية الحب تيطيح تيكرم وتيطيح يعني بسبب الجفاف، يعني كان داز عطشان. هاد الشجرة راه فيها شوية ديال الزيتون. هاد الزيتون هذا غادي نرقدو نديرو في بوديزة، هادي ما فيها والو، الشجرة هادي ما فيهاش، عطشانة مسكينة هادي. هذه ما فيهاش، هذه هي ما فيهاش هذه حبة ما فيهاش، يعني بسبب العطش والو ما فيها والو. هذه ما فيهاش حتى هي، اللي كاينه هنايا صافي هذه اللي فيها. هذه باقا شويه خضراء ما كيرماش، وفيها شويه ديال الزيتون، واخا راه تيطيح حتى هو، راه كاين في الارض تيطيح. هاد العرش راه شويه فيه هذا، هادي هي الزيتونه اللي كاينه اللي فيها الزيتون. يعني الزيتونات الاخرين راه ما فيهمش، نشوفوا الزيتون الاخرى. هادو راهم تحوضوا، هادو ان شاء الله غادي نوسعوهم. هادي ما فيهاش، هادي هي ما فيهاش، هادو كلهم ما فيهمش. هادو كان فيهم الزيتون واحد الوقت ملي كان الماء وكان كانوا تيتسقاو، دابا راه ما فيهمش. هادو حبه ما فيهمش، كاينه يعني الزيتون كامل هنايا، كاينه جوج شجرات اللي فيهم الزيتون. هادي ما فيهاش، هادو راه كلهم يعني راه زبرناهم على حساب العام الجاي، والخلفه راه نايضه. هادي سياره فيها مزبوره، حتى هي الخلفه راه نايضه فيها مزيان. ايوا هادشي اللي كاين. هادي تا هي هاد الزيتونه، هادي فيها الزيتون كحل. هادي تا هي كان شبعنا واحد الشويه ديال الماء، هادي فيها الزيتون كحل، و تا هو راه تيطيح في الارض كما تشوفوا، هو راه تيطيح. هادي راه كاين فيها الفوق ولكن راه عالي، هادي صعيب باش غادي شي كاصبع ولا شي حاجه باش السوس ديال الزيتون. هادي فيها واحد الشويه كما تشوفوا معايا. هاد العام راه الزيتون قليل بزاف، راه دابا يعني راه الطحنات جداد راه تيبيعو فيهم 75 80 درهم، يعني راه غادي يقدر يوصل هاد العام غادي يوصل 100 درهم الليتر، لأنه قليل بزاف يعني بسبب الجفاف. وكان جا واحد البرد كان طيح النوارة ديالو، وتا المناطق اللي معروفة بإنتاج يعني الزيتون وزيت الزيتون كان ضرات بزاف. واحد الظواهر ديال البرد راه تيعرفو هنايا الفلاحه، تيعرفوهم تيطيح الورقه، تيطيح هذيك يعني الثمره ديالو. كان جا بزاف، دابا السرغنا حتى هي راه داك البرد تواجهها الناس تما، راه كانوا تما تيقول لك راه جا داك البرد راه طيح لينا الزيت. المهم دابا الا بغا يتقدى شي واحد يحاول يتقدى في الاول، لان راه الزيتون غادي يزيد يغلى. من الأحسن يتقداه دابا بواحد 75 ولا 80 درهم، لأنه غادي يوصل 100 درهم.